البروفيسور الجزائري بولقاسم حبة أحد عباقرة العالم في البرمجيات وعالم الإنترنت، فهو كبير الموظفين في شركة جوجل، إذ يسجل حضوره في قائمة الباحثين 100 الأكثر اختراعاً، حيث يملك في رصيده 1296 براءة اختراع في مجال الحوسبة والإنترنت في أمريكا واليابان ودول أخرى، بينما يملك في مشوار عمله بالولايات المتحدة الأمريكية 444 براءة اختراع، وساهمت اختراعاته في تطوير وظائف الرقائق الإلكترونية الموجهة لصناعة الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها من أجهزة التكنولوجيات الدقيقة. من مواليد ولاية واتسوف سنة 1957، والديه ينحدران من ولاية باسكرا والتي تربى فيها فترة من الزمن. تخرج من المرحلة الابتدائية بمدينة المغير، ثم تابع دراسته الثانوية، ثم التحق بجامعة باب الزوار. وبعد حصوله على الشهادة الجامعية في الفيزياء من جامعة هوراي بوميديان، قدم ملفه للدراسة في الخارج على نفقة الدولة الجزائرية، حيث تم اختياره للالتحاق بإحدى أرقى جامعات العالم، جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، وقد نال 3 شهادات في علوم المادة والفيزياء التطبيقية. وهناك تابع دراسات متخصصة في الفيزياء التطبيقية وهندسة المواد الصلبة، وتقدم بأطروحة دكتوراه في الطاقة الشمسية عام 1988، وعمل في صفوف عدة شركات تكنولوجية رقمية. وبعد حصوله على درجة الدكتوراه في الطاقة الشمسية، قرر العودة إلى الجزائر، وفي هذا السياق يقول: أردت العمل والاستقرار في بلدي لأنقل إليكم ما تعلمته في أمريكا، غير أن الأمور لم تسر بحسب ما خطط له الدكتور بولقاسم، حيث بقي لأشهر عديدة بدون عمل، ثم اضطر إلى مغادرة الجزائر بسبب سوء الأوضاع الأمنية وندرة مراكز البحث. فلم تكن هذه الظروف في خدمة بولقاسم الذي كان يحلم بالاستقرار في بلده وتقديم أحسن ما تعلمه لطلبة جامعاتها. وقد كانت الجزائر في منتصف التسعينيات تمر بمرحلة أمنية حرجة. سافر إلى اليابان، حيث عمل 6 سنوات في مجال الأبحاث الإلكترونية، حيث شغل منصب نائب مدير في مختبر بحث في اليابان. وفي سنة 1996 عاد إلى الولايات المتحدة ليجدد مسيرته مع الأبحاث والاختراعات، ثم عاد إلى أمريكا لينضم إلى شركة سابمر المتخصصة في الإلكترونيات الدقيقة، وتولى مسؤولية التقنيات المتخصصة بتطوير المكونات الصلبة في الكمبيوتر والألعاب الإلكترونية، وخصوصا تلك المستعملة في جهاز بلاي ستيشن، وكان الدعامة الرئيسية لشركة سوني عندما أطلقت بلاي ستيشن بنسختيها 2 و3. حصل بولقاسم خلال مسيرته المهنية على العديد من براءات الاختراع في الإلكترونيات الدقيقة والاتصالات الرقمية، وقد سجل أول براءة اختراع له عام 1990. أما حاليا فقد صرح العالم الجزائري أنه صار في السنوات القليلة الماضية يقدم براءة اختراع كل أسبوع، فمنذ بداية 2017 سجل حضوره في 26 براءة اختراع، كما صنف سنوات 2012، 2014 و2015 في قائمة 100 مخترع الأكثر إنتاجاً في العالم. يعمل بولقاسم حبة منذ سنوات على إطلاق مبادرة تهدف إلى تجميع العقول الجزائرية المهاجرة في جمعية منظمة على شكل لوبي علمي لمخترعين وعباقرة يملكون أكثر من 2000 براءة اختراع في الإلكترونيات الدقيقة، الاتصالات السلكية واللاسلكية، التكنولوجيا الحيوية وغيرها. وقد تمكن بواسطة الإنترنت من جمع أسمائهم وعناوينهم وأماكن إقامتهم وتخصصاتهم، وبالفعل فقد نجح لغاية الآن في جمع أكثر من 600 مخترع لديهم أكثر من 3000 براءة اختراع. وبالموازاة مع هذا المسعى أطلق موقعا إلكترونيا يعتقد أنه الأكبر من حيث عدد المخترعين الذين يضمهم مقارنة بما هو موجود في البلدان العربية. أما الحلم الأكثر الذي يسعى إلى تحقيقه فيتمثل في إنشاء مركز في الجزائر لمساعدة الباحثين والمخترعين الناشئين، ولكنه أشار إلى أن المشكلة تتمثل في كون رؤساء الأعمال لم يقتنعوا بعد بالاستثمار في مثل هذه المشاريع، إضافة إلى بعض العراقيل الإدارية. يرى البروفيسور حبة أن بإمكان الجزائر تطوير الصناعات الإلكترونية شرط تمويل الشاب من حاملي الأفكار المبتكرة والمشاركة مع الخواص في تسويق منتجاتهم، كما اقترح إدخال التكنولوجيا في المناهج التعليمية ببلاده. تزوج حبة وأنجب، وهو حاليا يعيش هو وأبنائه في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا يفكر بالعودة إلى الوطن في الوقت الراهن، نظرا لأنه لم يتلقى أي دعوات للعودة إلى الوطن،
كما أن أبنائه يدرسون في جامعات أمريكية لا يمكنه تركهم خلفه والعودة إلى الجزائر. نال بلقاسم حبة أيضاً جوائز ومكافآت تقديرية من مؤسسات أمريكية، أوروبية، يابانية وجزائرية، كما تم تنصيبه سفيراً للمنظمة الوطنية لحماية الثروة الفكرية بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2016، وتم تتويجه كعالم الجزائر لسنة 2015. بلقاسم حبة عالم آخر من العقول العربية العبقرية التي بحثت كثيراً عن طريقة لمساعدة أوطانها والنهوض بها، ولكنه كغيره لم يجد دعماً أو مساندة من أجل تحويل أفكاره وأحلامه إلى حقيقة. فإلى متى يا أمة العرب؟